السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا على قنوات اليوتيوب. تستكمل كنترولات التصحيح امتحانات الثانوية العامة باقي المواد بعد انتهاء من تصحيح 12 مادة. التصحيح ان شاء الله هينتهي يوم الأحد القادم. معانا معلومة جديدة ان هيتم بدء عمليات مراجعة ورصد الدرجات بداية من يوم الاثنين المقبل، وسيتم وضع درجات الرأفة للطلاب اللي هيكون طبعا في احتياج لدرجات الرأفة، واحنا عندنا حالتين بيتم وضع درجات الرأفة ليهم، لما يكون الطالب في مرحلة الرسوب ودرجة الرأفة هترفعه للدور الثاني، او الطالب في مرحلة الدور الثاني ودرجة الرأفة هترفعه لدرجة النجاح. واكدت المصادر ايضا انه من المتوقع اعتماد النتيجة واعلان اسماء الاوائل بعد منتصف الاسبوع المقبل. ده طبعا هيكون نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل. بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.